قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدين الحق تحررا من العبودية، تحرر حقيقي لا تحرر كاذب. خلق الله الإنسان وكرمه بالعقل، وهذا العقل هو سر الاختيار، فيستطيع هذا الإنسان العاقل أن يختار سلوكا معينا وأن يرفض سلوكا معينا، أن يختار طعاما معينا وأن يرفض طعاما معينا، وأن يفكر ويعمل. ومع أن الله وهب الإنسان عقلا ليختار، ولكن حذره الله تبارك وتعالى أن ينساق بدون تعقل، أن ينساق وراء الأهواء فيقع في جحيم العبودية للمخلوق. العقل أيها الإخوة سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا يليق به. ولذلك أستطيع أن أشبه أنا العقل بفرامل السيارة. فرامل السيارة مهمة جدا. ليس المهم أن تنطلق السيارة ويكون موتورها ممتاز وهي جديدة، ولكن المهم أن تكون فراملها جيدة، لأنها إذا انطلقت ولا يوجد فرامل تسمى مكابح تكبحها وتعقلها في مواطن الخطر، في مواطن الالتفاف، في مواطن في وديان، في آخر كذا، إذا لم يوجد المكابح أو الفرامل لتربطها وتمسكها، لابد أن نهايتها إلى الهاوية هي ومن فيها. وأيضا العقل بالنسبة للإنسان، فإذا عطل العقل ولم يستعمل ضاع الإنسان، فأضاع الدنيا والآخرة. الإنسان خلق في هذا الكون لهدف، وهو ليعبد ربه، أي ليطيع الله، لأنه إذا أطاع الله تحرر عن العبودية لغير الله. فالأمر أمران، أحد أمرين، إما طاعة لله وإما طاعة لغير الله. فإن أطاع الله بشكل تام تحرر عن العبودية لغير الله، وإن ترك طاعة الله فلا يظن نفسه أنه لا ديني وما عنده دين، لا عنده دين، دينه طاعة لغير الله وعبودية للمخلوق. إما الأهواء والشهوات، ومن وراء الأهواء والشهوات يكون عبدا للمخلوق. الإنسان أيها الإخوة يحتاج إلى منهج وإلى أسس، ولو كان عنده عقل ولكن ضوابط لهذا العقل، كما تحتاج السيارة لتسير بشكل منتظم إلى طريق معبد واضح يبين معالم الطريق. فربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان اجتماعي بطبعه، يعني لا يستطيع أن يعيش إلا مع جماعة، وذلك لأن متطلبات الإنسان كثيرة وطفولته طويلة. فالطفولة الطويلة تحتاج إلى أبوين يرعيانه. الحيوانات طفولته يرضع من أمه أسبوع أسبوعين، بعدين يتكيف مع نفسه في الطبيعة. بعض الحيوانات شهر، بعض الحيوانات 3 أشهر، أكثر شيء بعض الحيوانات 9 أشهر أو سنة، ثم تفطمه أمه ويذهب فيأكل العشب أو يفترس أو إلى آخره. أما الإنسان يمر عليه الشهر الأول لا يبصر شيء بشكل صحيح ولا يعي حركاته، الثاني والثالث والرابع والخامس، إلى أن يصل إلى 9 أشهر أو 10 أشهر أو سنة، الله واسم الله وقف على رجليه وهو يمسك بالجدار أو يمسك بالوسادة. إلى 2 أو 3 سنين يحبو ثم يمشي ولكنه لا يدرك شيئا، فهو محتاج إلى أبوين.
ولذلك جعل الله تبارك وتعالى القوة في الشهوة وفي العلاقة بين الأبوين قوية حتى يعيش الأطفال ويتماسك المجتمع بتماسك الأسرة. إذن لابد، والإنسان أيضا متطلباته كثيرة، ليس كالحيوان هذا يعش بيأكل عشب وهذا مفترس يأكل فريسته وينام وانتهت المشكلة. لا، الإنسان غرائزه وحاجياته كثيرة، يحتاج إلى مسكن، يحتاج إلى مأوى، يحتاج إلى لباس يقيه القر، لباس يقيه الحر، يحتاج أيضا إلى التسلط، يعني غريزة التسلط، لأنه لابد المجتمع يكون فيه منظم، فيه مسؤول، فيه مراقب، فيه عابر، فهذه في سلطة. هذه السلطة أيضا موجودة، غريزتها أصلها موجودة عند الإنسان، ولكن إذا تجاوز الإنسان حدودها صار التسلط على الآخرين كأي شهوة وأي غريزة، إذا تجاوزت حدودها أصبحت فسادا في الأرض. فمن أجل هذا يحتاج الإنسان لضوابط تضبط غرائزه وتبينها، منهج يسير عليه ويسلكه، هذا المنهج يحقق مصالحه ومصالح الجماعة، لا كما يظن البعض أنه يقيده ويحجره ويؤذيه. لا، لا يؤذيه، بالعكس، الانطلاق وراء الشهوات هو الذي يؤذيه ويتلفه، فيكون عبدا لشهواته وأهوائه، ومن وراء العبودية للشهوات والأهواء يكون عبدا لغير الله. لا أدري إذا كنت في حلقات سابقة قديمة ذكرت لكم هذه القصة. في بلدة من البلدان، دولة من الدول قديما، سمعتها من بعض الأشخاص، كان هناك باشا له صديقة في الملهى في المرقص، أحبها وتحبه، والباشا طبعا باشا ما يستطيع أن يكلمه أحد. في يوم من الأيام أغلظ عليها بالكلام فانزعجت منه وما عادت تقابله ولا عادت تسأل عنه. فبعد فترة من الزمن، وعندما أغاظها قالت لأنتقمن منك يا باشا. مرت الأيام والشهور، ثم بعد ذلك أرسلت له مع خادمتها أو جاريتها تصالحه وتدعوه إلى منزلها في وقت كذا في يوم كذا في المعادي مدروين رقم كذا. فهب مسرعا في ذاك الوقت وأرسلت إلى زوجته خادمتها فقالت إن كنت تريدين أن تعرفي زوجك أين يذهب فاذهبي إلى شارع كذا مكان كذا رقم كذا. الزوجة تحب زوجها وتريد وتغار عليه، فانطلقت وذهبت إلى هذا المكان وقرعت الجرس ففتحت لها الخادمة الباب وأجلستها في غرفة وقدمت لها الضيافة. زوجها في غرفة ثانية مع صديقته التي ستنتقم منه، سقته من المشروبات التي يشربها الفساق، ثم قالت له مبسوط يا باشا؟ قال ازاي مبسوط، انزل على الأرض يا باشا، انزل على الأرض على ايديه وركبه كالحمار. ركب الظهر، مبسوط يا باشا؟ قال لا نعم. أمال ايه؟ امشي يا باشا مشي. قالت له اديني السكربينة دي، الحذاء النسائي هذا الكعب عالي، ناول إياه فوضعته على رقبته. امشي يا باشا امشي يا باشا، يمين يا باشا يسار يا باشا، ادخل. دخل الغرفة الباشا، وجد أرجل امرأة جالسة على كرسي، رفع رأسه وإذا بها زوجته، فنظرت إليه زوجته وقالت له تي عليك يا باشا. الباشا الذي يخاف منه الناس في عبوديته لشهوته أصبح عبدا لامرأة في الفجور، وهو ينال ما يريده بالحلال إذا شاء من زوجته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم منظرا حسنا فليأتي أهله فإن عندها مثل الذي رأى. ولكن هؤلاء عباد الشهوات لا يكونون كذلك. إذن الأهواء، الشهوات والغرائز التي غرزها الله في الإنسان، عندما لا تسير في طريق محدد لتؤدي الأهداف التي خلقت من أجلها تصبح فسادا على صاحبها وعلى المجتمع. وهنا يحذرنا الله تبارك وتعالى من العبودية للأهواء والشهوات، فيقول سبحانه وتعالى أرأيت، أي أخبرني،
من اتخذ إلهه هواه. إلهه أي معبوده الذي يطيعه، هواه. أرأيت، انظر وتفكر وأخبرني، في من اتخذ إلهه المفعول الأول، هواه المفعول الثاني. فالإله المعبود عنده الهوى وليس الله. وإن كان كثير من هؤلاء يقول لك يا الله، حتى السارق أحيانا هو طالع يسرق، يا الله يسر. ماذا يسر له؟ سرقة. الزاني يخرج ليزني فيقول يا الله يسر لي فلاني، سهل الأمر. لماذا يسهل الأمر؟ لما نهاه عنه، ويظن نفسه أنه مسلم ومفتاز فيها. ماذا يعمل؟ ما في شيء. أسأل الله العافية. عندما يعاود المعصية يكون هناك ران على قلبه فلا يحس أنها معصية، يظن أنها شيء يعني طبيعي. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، في هذه آية أخرى أضله الله على علم، أفأنت تكون عليه وكيلا، أي أنت تكون حفيظا تحفظه من الخضوع لأهوائه وشهواته، أنت يا محمد ويا من تدعو بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لا، المسؤولية تقع عليه، وليس الناس الآخرين مسؤولين عن ضلاله وعن عبوديته لغير الله تبارك وتعالى. إذن الإنسان ينبغي أن يكون حكيم نفسه، وقد أعطاه الله عقلا ليفهم ويتدبر ويعلم، وأعطاه الغرائز، ولكن عقله يضبط هذه الغرائز. الحيوان عنده غريزتين فقط، غريزة الجنس وغريزة الطعام الأكل. غريزة الجنس منضبطة عنده، العصافير في وقت معين، الطيور في وقت معين، حتى إذا كان حصلت فقست البيوض يكون بدأ الدفء وتستطيع أن تحضن بيوضها وفراخها وتطعمهم من الحب الذي يكون جاهز في أوائل الصيف. وبقية الحيوانات كلها بشكل منتظم، إذا حملت خلاص انتهى الأمر. إلا الإنسان جعل قوة شهوته قوية من أجل أن يحرص على متابعتها ومتابعة ما يحتاج إليه من أجلها، لا من أجل أن يفسد في الأرض. فهو يحتاج إلى سكن في الزواج، يحتاج إلى أموال حتى ينفق على الأولاد الذي يأتون، فمن أجل هذا يهتم بالزواج ويهتم بزوجته. ولكن إذا ترك زوجته ولم يأبى بالأولاد وانصرف إلى الفساد في الأرض، فإنه عند ذلك يكون عبدا للهوى، ويوجد الفساد في المجتمع، أولاده بيطلعوا فاسدين، وزوجته ربما تفسد، وهو أيضا والعياذ بالله تعالى يبغي الفساد في الأرض. أسأل الله العافية. فأعطى الله تبارك وتعالى الإنسان لباسا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. ما هو التقوى؟ أي أن تتقي عقاب الله بأن تتحرر عن العبودية لغير الله، فتذكر أن الله أعطاك هذه الشهوات من أجل أن تحقق، تلتز وأنت تحقق أمورا معينة لنفسك ولأسرتك وللمجتمع بأكمله، وتتجنب ويلات هذه الغرائز. أما إذا انطلقت هذه الغرائز فربما تسبب لك أمراض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأثبت العلم الحديث بالتجارب في العصر الحاضر، ما فشت الفاحشة، أي واحدة من الغرائز إذا انفلتت، فكيف بغريزة التسلط والقتل والكذا. ما فشت الفاحشة أي الزنا في قوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وفعلا عندما انتشر الزنا في بعض المناطق في الأرض وجد هناك أمراض جنسية، ثم تكاثرت وتكاثرت حتى أصبحت خطيرة على الأفراد وعلى الأمم وعلى الجيل الذي يأتي والعياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا عبيدا للغرائز، وأن يجعلنا مستقيمين على أمره سبحانه وتعالى. ولذلك الغرائز عندما تنقلب إلى أهواء وشهوات تعمي الإنسان وتصم أذنه عن الحق، فكأنه لا يسمع ولا يبصر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الآية أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. هل تظن أن هؤلاء أصحاب الشهوات وعباد الشهوات يسمعون شيء من الحق أو يعقلون، يعني يستعملوا عقلهم؟ لا،
الشهوات أغلقت السمع وأغلقت العقل، بل تغلق البصر أحيانا، ينظر في هذا الكون فلا يستشعر عظمة الله في الخلق، ويستشعر شهوة أو لذة أو منظر من المخلوقات فينسى الخالق سبحانه وتعالى كله. ولذلك وصفهم الله هؤلاء الكفار في آية أخرى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهنا قال أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، استعملوا عقلهم، إنهم إلا كالأنعام، إنهم إن لما تأتي بعد إلا بعدها إلا تكون نافية، يعني ما هم إلا كالأنعام، إلا هنا تفيد الحصر، بل حرف إضراب، يعني لا أكثر من الأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. فالأنعام كما قلت لها غرائز، ولكن تنضبط بانضباطها، فهي مسخرة للإنسان، تعرف لما خلقت، ليركبها، ليستخدمها، ليحلبها، ليكذا، مستسلم للإنسان، وتقضي شهوتي البطن والفرج من أجل التكاثر والتناسل، ويستفيد من ذلك الإنسان. أما الإنسان خلقه الله ليهيئ مجتمعا صالحا تقوم فيه أسس الحق والخلافة عن الله في الأرض، فإذا الإنسان صار عبد لشهواته وانساق إليها لا يعرف طريق الحق ولا ينقاد إليه، ويتحقق الفساد في الأرض. فالصلاح يكون بطاعة الخالق والتحرر عن عبودية المخلوق، والفساد يكون بالانصياع والعبودية لغير الله من الأهواء والشهوات، عند ذلك يضيع الإنسان ويضيع المجتمع ويفسد. نسأل الله العافية، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.